أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مستقبل أرخبيل سقطرى بعد مغادرة رئيس الحكومة وحقيقة انتهاء أزمة الجزيرة بعد التوتر طيلة الفترة الماضية. مثلت جزيرة سقطرى أزمة بين اليمن وأبوظبي منذ إرسال الإمارات قوات عسكرية إلى المحافظة وسيطرتها على المطار والميناء. وكان رئيس الحكومة أحمد بن دار قد أعلن أمس الاثنين انتهاء أزمة سقطرى بين الجانبين عقب وساطة سعودية، غير أن متابعين وجدوا أن الأزمة لم تنتهي بشكل جذري، بل بقيت أسبابها ماثلة باعتبار أن القوات الإماراتية لا تزال متواجدة في الأرخبيل رغم مرور يومين على إعلان اتفاق لإنهاء تواجدها العسكري ومغادرة رئيس الحكومة الجزيرة. في غضون ذلك وصل السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إلى سقطرى بعد ساعات من مغادرة رئيس الحكومة وإعلان انتهاء الأزمة هناك. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا يعني انسحاب القوات الإماراتية من مطار وميناء سقطرى وبقاؤها في الجزيرة مع القوات السعودية؟ وهل انتهت الأزمة في سقطرى أم أنه تم ترحيلها إلى وقت آخر؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش. انتهى التوتر وبقيت أسبابه في سقطرى. فالاتفاق الذي أشرفت عليه لجنة عسكرية سعودية ويمنية لم ينجح حتى الآن في حمل القوات الإماراتية على مغادرة الإرخبيل بقدر ما ضاعف من عدد القوات على نحو يبقي التهديد ماثلا في أكثر مناطق اليمن استقرارا وهدوءا. ما يحدث هنا وفقا للمراقبين هو قيام السعودية بحرف الاهتمام بالقضية الجوهرية التي تتمحور حول سيادة الدولة اليمنية على أراضيها، وذلك بالتغاضي عن الوجود العسكري للتحالف بشقيه الإماراتي والسعودي الذي أثار على مدى الأسبوعين الماضيين أزمة وجود بين السلطة الشرعية وهذا التحالف. تتحدث الرياض عن جسر جوي سعودي لإغاثة الأرخبيل وتدشين برنامج الإعمار وافتتاح أول مكتب للبرنامج في اليمن في هذا الأرخبيل، وفقا للسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر الذي بدأ زيارة إلى سقطرى في إطار ما وصفها بإشارة البدء للتدخلات التنموية الطارئة في سقطرى وعدد من المحافظات اليمنية. لم تستطع أبوظبي احتمال العودة المظفرة لرئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر إلى عدن قادما من محافظة أرخبيل سقطرى بعد أن لحقت الهزيمة المعنوية بالمشروع الإماراتي في الأرخبيل، لذا غادر رئيس الوزراء عدن على عجل متوجها إلى الرياض للتشاور مع الرئيس عبد ربه منصور هادي وسفراء الدول الراعية للسلام في اليمن وفقا لوكالة الأنباء اليمنية. وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الذي بدأ زيارة للعاصمة الأمريكية أكد التزام بلاده بالتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع في اليمن مع دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ولم يتضمن بيان لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون إشارة واضحة لتطورات الوضع في سقطرى. الوزير الإماراتي ذهب خلال هذا اللقاء إلى توصيف مهمة بلاده في اليمن ليتبين أن أولوياتها تتركز فقط على مكافحة ما أسماه تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المتشددة، مع الاكتفاء بمواصلة الضغط على من أسمهم المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. توصيف يعزز الاعتقاد بسوء نوايا هذا البلد كما هي نوايا التحالف فيما يتعلق بترتيبات الوضع المستقبلي لليمن. جددت الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من الرياض مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك ومشاهدينا الكرام جميعا، حياكم الله. أستاذ مختار، إذن غادر رئيس الحكومة إلى الرياض، هل يمكن القول إن أزمة سقطرى انتهت بالفعل؟ نستطيع توصيف الوضع في سقطرى بأن الوساطة السعودية أنهت التوتر المتصاعد خلال الفترة الماضية، ولم يغادر رئيس الوزراء إلا بعد تسليم مطار وميناء سقطرى لقوات يمنية، وهذا تم طبعا الإعلان عنه. بقي فقط نقل أو مغادرة ما تبقى من القوات الإماراتية، وهو الذي طبعا تم الاتفاق حوله أنه يتم ترتيب هذا الوضع خلال الأيام القليلة القادمة ومغادرة هذه القوات إلى من حيث أتت. يعني الآن الحديث على أن هناك قوات كانت إماراتية قبل أسبوع تقريبا أخذت المطار والميناء، الآن تم تسليم المطار والميناء إلى القوات اليمنية، ما الذي يمنع القوات الإماراتية أو حتى السعودية التي
توافدت إلى هناك بأن تأخذ المطار بعد أن غادر سقطرى رئيس الحكومة؟ الوضع ليس بهذه البساطة أن تأتي قوات وتسيطر على المطار والميناء. هذا طبعا أحدث هزة كبيرة في العلاقات بين اليمن وبين دولة الإمارات، وهو ما دعا إلى تدخل كبير وتدخل مباشر من قائدة التحالف المملكة العربية السعودية. وطبعا القوات السعودية التي وصلت هي من أجل تدريب وتأهيل القوات اليمنية المتواجدة في سقطرى، لأن الطرف الإماراتي تحدث عن بعض المخاوف من وصول بعض أو من تهريب أو وصول بعض المطلوبين إلى جزيرة سقطرى. بالتالي تم سد هذه الثغرة بأن يتم تسليم الميناء والمطار إلى قوات يمنية، وتبقى القوات السعودية من أجل التدريب والتأهيل، ويتم سحب كافة القوات الإماراتية. القوات الإماراتية التي نزلت أو التي كانت في سقطرى هي قوات معتدية، جاءت بدون تنسيق، بدون مشاورة مع الحكومة اليمنية، بالتالي تم اعتبارها كقوات معتدية من قبل الجميع، وليس فقط من قبل يعني كانت شعبيا وكان الجميع يتحدث بهذه الطريقة أن الإمارات اخترقت السيادة وأن الإمارات تتعامل باستهتار بموضوع السيادة الوطنية. بالتالي تم اتخاذ هذه المواقف من قبل فخامة الرئيس ومن قبل الحكومة، وهو موقف مشرف لكل يمني في هذا الإطار. يعني ننتظر الأيام القليلة القادمة وأن يتم الإعلان عن مغادرة آخر جندي إماراتي لجزيرة سقطرى، لأن هذه هي المطالب التي لا أعتقد أن أحد سيتنازل عنها. طيب، هل يعني وقف الاتفاق عند هذا الحدود، تدريب القوات السعودية للقوات اليمنية ومغادرة القوات الإماراتية بعد حين؟ هل هناك جوانب أخرى للاتفاق؟ لأن الأمر يبدو أنه غير واضح بالنسبة لليمنيين بشكل كاف. طبعا الاتفاق والتفاهمات التي تمت هي تفاهمات متعددة، ولكن يعني المهم في الموضوع هو وصول القوات الإماراتية. بالتالي أن تصل التفاهمات إلى مغادرة القوات الإماراتية، أعتقد أن هذا هو المطلوب الذي يعني استدعى من الحكومة أن تقف موقف قوي وموقف مشرف. بالتالي باقي التفاهمات لم يتم الحديث عنها ولم يتم نشرها، لكن لا أعتقد أنه يوجد هناك تفاهمات غير التي تم الإعلان عنها، وهي خروج القوات الإماراتية من أرخبيل سقطرى وتسليم الأمن وحفظ الأمن والاستقرار داخل سقطرى لأبناء سقطرى، خصوصا أن جزيرة سقطرى أو محافظة سقطرى منطقة آمنة، منطقة بعيدة عن الحروب، بعيدة عن الإنقلابيين، بعيدة عن الحركات التي يمكن أن تؤثر على الأمن والاستقرار. بالتالي محافظة سقطرى محافظة آمنة مستقرة، ليس من اليوم فقط ولكن منذ عشرات السنين، وجزيرة سقطرى آمنة مستقرة ولا يوجد فيها أي قلاقل ولا يوجد فيها أي إشكاليات، باستثناء أن لديها موقع استراتيجي يغري الصديق والقريب لهذه الجزيرة. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ مختار. أرحب بمن ينضم إلينا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة دكتور فيصل الحليفي. أهلا بك دكتور. مرحبا بك وبالإخوان المشاهدين، أهلا وسهلا. حياكم الله دكتور، لعلك استمعت إلى ما تفضل به أو جزء من ما تفضل به الأستاذ مختار، وكذلك إعلان رئيس الحكومة انتهاء الأزمة في سقطرى بين الجانبين اليمني والإماراتي. كيف تنظر لي هذا الإعلان وفقا لما قاله الأستاذ مختار من حدود أو تفاهمات معلنة؟ أكدت مرارا في لقاءات سابقة معكم أو غيركم من القنوات الإعلامية بأن العلاقات بين اليمن ودول التحالف لن تستقيم بدون كتابة اتفاقيات تضبط هذا التدخل أو تضبط العلاقات، تحدد ما الذي على دول التحالف أن تفعله وما هو دورها في اليمن، هل هي مساعدة لليمنيين أم هي صاحبة الحق المطلق دون اليمنيين. هذه التفاهمات لا أدري هل هي مكتوبة أم هي شفوية. القانون يقول العقد شريعة المتعاقدين، هناك طلب من السلطة الشرعية لدول التحالف أو للسعودية تحديدا بتدخل، ولكن لا نجد اتفاقا قانونيا مكتوبا لضبط التدخل. وهذه هي الثغرة الكبيرة التي لا نتحدث عنها أو لا نسمع السلطة الشرعية بالحديث عنها، عن أي تفاهمات يتحدثون. يعني يجتمعون في غرف مغلقة ثم يناقشون
اشياء شفهيه ثم يقول اتفقنا على أي على ماذا اتفقوا؟ يعني دخول قوات عسكريه مدججه بالسلاح في المهره وفي سقطرى وفي الضلوع اليمنيه وفي حضرموت وهي مناطق لا تستدعي وجود قوات عسكريه. المناطق يعني الجبهات المشتعله هي التي تحتاج الى هذه القوات، هي التي تحتاج الى سلاح. سقطرى والمهرة مناطق آمنة، لا وجود للإنقلابيين فيها ولا وجود لعمليات إرهابية فيها. فقط هذا التدخل يعتبر تدخل عدواني سافر يخرق مبادئ الأمم المتحدة بانتهاك سيادة دولة. هؤلاء الناس أتوا بمفتوح ليساعدونا أم يحتلون اليمن؟ هم يمارسون الآن عدوان، وكل يوم تتكشف هذه النوايا من خلال سلوكهم على الأرض. الصمت الكبير من السلطة الشرعية خلال 3 سنوات أدى إلى استحالة هذه المشكلة. الرفض بدأ شعبيا وبدأ إعلاميا محدودا، كنا نحن السباقين إليه مع بعض الإعلاميين. اليوم نحن ينبغي أن نرفع أصواتنا لضغط الحكومات بعقد اتفاق مكتوب لضبط العلاقة. لا ينبغي أن نعطي السعودية ودول التحالف التي شكلتها السعودية شيكا على بياض العبث في اليمن. اليوم اليمن محتاجة لأن تمارس سيادة الأرض لاستخراج الثروات والنفط وموازنة تستطيع أن تشغل أو تدير الحكومة أو تدير البلد فيها. هذه الدول لم تقدم لليمن شيء، لقدمت التمار مثل ما قدمه الحوثيون. لا إغاثة، لا رواتب، لا تطبيب، لا حسم عسكري في مناطق الجبهات. هذه الأسلحة التي نزلتها الإمارات في 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 سقطرى والسعوديه في المهره، لماذا لا تقدم لجبهه تعز حتى يتم فك الحصار منها 4 سنوات؟ يعني الاسئله تحتاج الى 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 مكاشفه معها دوله السعوديه تحديدا التي هي المعنيه بطلب التدخل من الرئيس. طيب دعني انقل هذا الكلام، دعني انقل هذه النقطه الى الاستاذ مختار. دكتور فيصل، اشرت استاذ مختار قبل قليل الى نقطة أنه الجزيرة بعيدة عن وجود مشاكل أمنية وعسكرية فيها، وجود تهريب وما شابه، لكن تحدثت أيضا أنت على أن كان لدى دولة الإمارات مخاوف متعلقة بهذا الخصوص. ما هو المبرر الذي كان لدى دولة الإمارات لهذه العملية الإنزال العسكري هذه الذي أعطي في سياق تبرير الفعل الذي قاموا به باختراق السيادة اليمنية ومن ثم رضيت الحكومة ب الوساطة السعودية وفقا لذلك؟ أولا لا يوجد هناك أي مبرر قانوني أو أي مستند يمكن الاستناد عليه من قبل دولة الإمارات في موضوع إنزال القوات الإماراتية في سقطرى، لذلك كان موقفها موقف ضعيف ومهزوز، وكل التبريرات التي ساقوها لا يمكن لأي عاقل أن يقبلها. ناهيك عن أنهم لا يمكن أن يقبلوا بأحد يقوم بما قاموا به عندنا في اليمن أو في سقطرى. بالتالي المبررات لا يوجد هناك مبررات، ولا يوجد هناك حتى وإن كانت هناك مخاوف فهذه المخاوف تدرس مع الحكومة اليمنية التي هي معنية بإدارة شؤون اليمن والمناطق المحررة. أما أن يأتي هو ويقول لدينا تخوفات ويرسل جنود بدون التنسيق، هذا لا يمكن لأحد أو لا يمكن لعاقل أن يقبل بهذا التبرير. طيب الآن أستاذ مختار، الآن أستاذ مختار ماذا عن وجود، يعني فهمت من كلامك أن القوات الإماراتية ستغادر خلال الفترة القادمة، لكن هناك من يتحدث على أن وجود قوات سعودية أمر أيضا غير مقبول بالنسبة لليمنيين. هناك حديث في وسائل التواصل الاجتماعي عن ذلك وكذلك في مواقع الإنترنت. أيضا ما هو مبرر وجود قوات سعودية؟ إذا كان المسألة مسألة تدريب، متى ستنتهي مسألة التدريب لتغادر هذه القوات؟ أخي العزيز وجيه، بالنسبة لموضوع وجود القوات السعودية هو يختلف اختلافا تاما عن وجود القوات الإماراتية. القوات الإماراتية أرسلت إشارات إلى برج المراقبة، أو الطائرات الإماراتية أرسلت إشارات إلى برج المراقبة أننا نحمل مساعدات إلى جزيرة سقطرى. تفاجأ الجميع أن فيها مدرعات، أن فيها دبابات، أن فيها عشرات الجنود. بالتالي أصبح الموضوع وكأنه اعتداء على السيادة، اعتداء أيضا على جزيرة سقطرى. بالنسبة للقوات السعودية التي وصلت بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بالتالي وجود الجنود أو القوات السعودية في جزيرة سقطرى هو مثله مثل تواجدهم في مأرب، في عدن، في غيرها، لأنها جاءت بالتنسيق. الفرق ما هو المبرر هنا؟ ما هو المبرر؟ مفهوم هذا التنسيق، ما هو المبرر؟ نعم،
سأرد عليك. بالنسبة الفرق ما بين تواجد الإمارات في عدن وتواجدها في المخا وغيرها من الجبهات وبين تواجدها في سقطرة، في تلك المناطق يوجد تنسيق مباشر في إطار التحالف العربي وهناك عملية عسكرية. أما بالنسبة لسقطرة لا يوجد هناك عملية عسكرية، لا يوجد هناك تنسيق، بالتالي كان الموقف القوي. بالنسبة لوجود القوات السعودية هي كما أشرت سابقا هو للتدريب والتأهيل وأيضا لسد ذرايا تحدثت بها دولة الإمارات العربية المتحدة. متى يمكن القول أن هذه القوات ستغادر؟ ما هي حدود وجودها في الأراضي اليمنية حتى يعني يكون الأمر واضح بالنسبة للمشاهدين؟ هل من المعلوم ذلك أم لا؟ نعم، بالنسبة للمعلومة حول كم سيمكثون أو كم هذا لا يوجد لدي أي معلومات، ولكن فور انتهاء البرامج التدريبية أنا أعتقد أن كل القوات ستغادر وسيتم تسليم الملف الأمني لأبناء سقطرة، خصوصا أن في سقطرة يوجد هناك إدارة أمن، يوجد هناك لواء مشاه بحري، يوجد هناك أي جهازين للمخابرات، الأمن السياسي والأمن القومي، بالتالي أجهزة الدولة مترابطة، أجهزة الدولة متماسكة، يوجد هناك سلطة محلية، يوجد محافظ، يوجد وكلاء، بالتالي سيتم تسليم كل هذه المهام إلى السلطة المحلية وقوات الأمن المتواجدة في سقطرة. أشكرك من الرياض، كنت معنا مستشار وزارة الإعلام أستاذ مختار الرحبي، شكرا لك. قبل أن أعود إلى دكتور فيصل الحذيفي أرحب بمن ينضم إلينا الصحفي صدام الكمالي، ولكن أسأل دكتور فيصل، دكتور فيصل إذا سمعت ما تفضل به الأستاذ مختار، هناك اتفاقات جارية، باعتقادك هل ستنتهي المشكلة في هذا يعني وفقا للمعطيات المتاحة؟ ما هو الممكن لدى الحكومة لتجاوز مثل هكذا إشكالات مستقبلا؟ لم تنتهي المشكلات الجزئية في اليمن ما لم تنتهي المشكلة الكلية. هناك انفصام تام ما بين القرار اليمني الذي لا تلقي دول التحالف له بالا والقرار دول التحالف التي تمارسه دونا على السلطة الشرعية، وهذه عقبة غير سوية لا بد أن يعاد رسمها. وقلنا بأنه لا يمكن إعادة رسمها بمحادثات شفوية في غرف مغلقة لا ندري ما هو محتواها. العقود هي الطريقة المثلى لتحديد الالتزامات ولضمان الحقوق ولتسديد الواجبات. هؤلاء جاءوا بطلب لعون اليمني. سقطرة والمعركة تحتاج إلى ميزانية إعمار، إلى ميزانية للدعم، إلى عمل مدني. لا تحتاج إلى قوات عسكرية. مفهوم. بأي منطق يحاولون إدخال قوات سعودية مضافة لقوات معركية بغض النظر على الطريقة التي تمت؟ طيب في هذه النقطة دكتور دعني أنقل هذه النقطة إلى أستاذ صدام الكمال. أستاذ صدام، إذن تم الإعلان عن أن القوات ستغادر، هناك حديث على ذلك، لكن ووجود قوات سعودية تم ذلك لتدريب القوات اليمنية كما يقول مستشار وزارة الإعلام، وهناك كما أعلن أيضا السفير السعودي الذي جاء أو وصل إلى سقطرة بعد مغادرة رئيس الحكومة، هناك نوع من برامج التنموية الذي يتحدث على أنها ستكون مخصصة لسقطرة. هل الأمور باتت إلى حد ما في نصابها أو في طريق صحيح بالنسبة لجزئية سقطرة؟ أنا أتحدث الآن فقط. هو تدخل التحالف العربي في اليمن عموما أصبح مشكلة لليمن عموما وللشرعية، يعني جاء ليكون حل للحكومة وإعادتها إلى اليمن، فأصبح مشكلة من المشكلات الحاصلة في البلاد. ما حصل في سقطرة عندما ارتفعت أصوات اليمنيين ضد التدخل العسكري الإماراتي في سقطرة، ارتفعت هذه الأصوات لأن هناك قوة عسكرية خارجية تواجدت في سقطرة في منطقة يمنية بعيدا عن التنسيق مع الحكومة اليمنية وفي منطقة لا تخضع ليست في منطقة صراع يعني. وبالتالي عندما تعلن السعودية عن إرسال قوات إلى نفس المنطقة يأتي الأمر وكأنه ابتزاز، يعني تخرج القوات الإماراتية لتدخل القوات السعودية، هي منطقة ليست منطقة نزاع أو منطقة حرب، فبالتالي
ما سبب تواجد القوة السعودية ليس مفهوم حتى الآن، ولم توضح الشرعية والحكومة الشرعية حتى الآن طبيعة تواجد هذه القوات السعودية. قالت إنه للإسناد والتدريب. هل تحتاج القوات اليمنية في سوق قطرة في جزيرة لا يوجد فيها أي مشاكل تدريب وإسناد؟ أعتقد أنه هذا ضحك علينا، يعني غير مفهوم، يعني لماذا تأتي هذه القوات في هذا التوقيت؟ طيب إذن لماذا وافقت الحكومة أستاذ صدام؟ لماذا وافقت الحكومة وتم هذا الإعلان إذن؟ هي أجبرت أو دعنا نقول بشكل واضح أنه تم ابتزازها، يعني تخرج القوات الإماراتية الغير منسقة التي لم تنسق مع الحكومة الشرعية مقابل دخول قوات سعودية نسقت مع الحكومة الشرعية أو بموافقة الحكومة الشرعية بهذا المنطق. يعني لا يوجد تفسير آخر غير هذا المنطق، أنه حصل اتفاق بهذا الشكل، طرحت كل الأوراق على الحكومة اليمنية، ليس لديها خيارات غير هذا الخيار، نوافق على خروج القوات الإماراتية من سوق قطر مقابل دخول قوات سعودية. ولا أدري يعني ما الهدف من هذا، أو ما أهمية لماذا تدخل هذه القوات السعودية إلى سوق قطر؟ هي منطقة آمنة، منطقة ليس فيها أي نزاع، وبالتالي يعني لا مبرر لوجود قوات عسكرية بهذا الشكل يعني على الجزيرة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ صدام. أعود إليك دكتور فيصل، يعني أنت تتحدث عن ضرورة وجود اتفاقات مكتوبة بين الحكومة والتحالف وتوضيحها وإعلانها للرأي العام، أو على الأقل هكذا فهمت من كلامك. إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه، شاهدنا إدارة الحكومة لآخر أزمتين على الأقل مع التحالف، ما حدث في عدن وما حدث في سقطرة، هناك من يقول أن هناك نوع من يعني التصعيد أو مستوى آخر لإدارة الأزمة من قبل الحكومة الشرعية على الأقل تجاه دولة الإمارات وهي الدولة الثانية في التحالف. الآن هل من المتوقع بالنسبة لك حدوث إشكالات أخرى قادمة قريبا في ربما ليس بالضرورة في سقطرة، في مكان آخر من الجمهورية اليمنية ما بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي؟ بسبب رداءة الصوت لم أسمع صوت جيدا، لكني سأحاول أن أهتدي إلى ما سمعته. ستظل العلاقة دائما علاقة تابع وتبوع بين دول التحالف والسلطة الشرعية، وهذه العلاقة غير السوية لن تمكن الحكومة اليمنية من إعادة أو من السيطرة الحقيقية على الأرض وصف سيادتها. اليوم تتصرف دول التحالف السعودي والإمارات على الأرض في أقل حالة سوءا بناء كيانات موازية لهدم السلطة الشرعية والدولة. اليوم عندما تذهب السعودية لتدريب قوات يمنية، هي تدرب قوات خاصة تدفع لها الرواتب مباشرة وليس عن طريق الحكومة، حتى تصبح هي المسيطرة على الأرض. إذا خلق كيانة موازية كما هو حاصل من نخب سقطرية ونخب مهرية ونخب وحزم أمني، هي ضعضعت أو إبقاء السلطة الشرعية سلطة وكأنها مجرد مؤسسة عاملة ضمن المؤسسات التابعة لدول التحالف. هذه العلاقة ستظل تقلق مستقبل اليمنيين، لا حقوق مضمونة لليمنيين لا في داخل بلدانهم في وطنهم ولا في خارجها. يعني حتى السعودية بكل بجاحة يعني تصدر قوانين تحت مفهوم السيادة لطرد اليمنيين وهم في حالة حرب. اليوم نحن نستعد لاستقبال 700,000 عامل. بأي منطقة يفكرون هؤلاء القوم؟ كيف يتدخلون في حرب هي تدس مصالحهم، وبالتالي هم يدمرون اليمن على المستوى المحلي ويدمرون العامل اليمني في بلدانهم، ويتحدثون عن علاقات أخوة وعلاقات شقيقة، والكارثة تتحملها السلطة الشرعية الرخوة التي سمحت لمدى هذا الانتهاك بدون يوم أول، وهي التي أيضا سمحت للتدخل بدون ضبط. وهذا التدخل قلنا في عقد مكتوب يحدد أو يضمن الحقوق ويحدد الالتزامات والواجبات. يعني اليوم حتى لو طلبنا من دول التحالف الخروج من اليمن لا يوجد عقد قانوني يلزمها بإعادة الإعمار، هي دمرت كل شيء. إذا من سيعمر هذا الدعم الكامل
الذي يتجاوز عشرات المليارات من الدولارات في الأملاك الخاصة والأملاك العامة. هناك دمار على في الإنسان اليمني نفسه، معروقين سكان، نعم دكتور، أسر مشتتة، نازلين، هذه لا يوجد هناك التزام وهو الأمر الذي يجب إيضاحه بشكل واضح لليمنيين بكل تأكيد دكتور. بعد ما نعم. بعد الحرب أو ما إذا طلبت السلطة الشرعية من هذه الدول الرحيل، نحن لا نحتاجهم صراحة. إذا ظلوا بهذه الطريقة أصبح وجودهم في تدخلهم ضررا أكبر من النفع. وضحت نقطة. إذن أشكرك دكتور فيصل الحديفي أستاذ علوم سياسية في جامعة الحديدة، كنت معنا على الهاتف. بالعودة إليك أستاذ صدام وبسؤال أخير، يتحدث الدكتور فيصل عن هذا الرتم من العلاقة وهذا النوع من العلاقة وأهمية إيجاد اتفاقات وعقود مكتوبة لما يحدث مع التحالف والحكومة. الآن يعني الحديث عن أزمة سقطرة، تتوقع هل سنشاهد في الأفق أزمة جديدة ما بين الحكومة اليمنية والتحالف أو أحد الأطراف فيه على الأقل خلال المستقبل القريب، أم أن ما تم في سقطرة سيتجاوز أي إشكالات مستقبلية؟ ومن دون أن جاء التحالف العربي إلى اليمن كله، من دون أن أتى وهو كله مشاكل، يعني على امتداد فترة تواجده في اليمن هناك عشرات المشكلات التي خلقها التحالف وبالذات دولة الإمارات في الجنوب وفي سقطرة مؤخرا. لكن من الجيد أن ما حدث في سقطرة أثار النفوذ الإماراتي المشبوه الحاصل في اليمن، احتلال جزيرة ميون ولبقية المناطق في جنوب اليمن. ومن الجيد أن النفوذ الذي يمارسه التحالف عموما في اليمن بات واضحا للمجتمع الدولي، وكيف ألغى الشرعية وألغى الحكومة الشرعية وكيف يمارس نفوذه على الأرض في اليمن. لكن ما المشكلة إذا كانت الحكومة هي أعلنت أنه لا يعني الأمر راضي، يعني هي أعلنت انتهاء الأزمة في نهاية المطاف؟ يعني الحكومة الشرعية هي بالأخير ليس بيدها شيء، يعني حكومة تقيم في دولة من دول التحالف ليس لديها يعني نقاط أو أوراق، ولكن في فيما يتعلق بأزمة سقطرة هي يعني حقيقة أدارتها بشكل جيد نوعا ما، لم تحل بالشكل الذي يرضي اليمنيين، لكنها حلت وفق يعني الأوراق التي تمتلكها. يعني بالأخير أحرقت القوات الإماراتية وأخرجتها قبل قليل، تم إعلان إخراج دفعة من الدفعات التي وصلت إلى الجزيرة. هذا طبعا نصر رمزي للحكومة الشرعية، لكن يعني حل هذه الأزمة أزمة سقطرة لن يكون إلا بخروج كل القوات، القوات الإماراتية والقوات السعودية، والعودة إلى ما قبل دخول القوات الإماراتية إلى الجزيرة وتسليمها بشكل كلي إلى الحكومة الشرعية يعني فقط. أشكرك أستاذ صدام الكمالي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك، كما هو شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. تقبلوا تحياتي أنا وزميلي محمد عبد المغني، في أمان الله.